أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين، وبعد. كان الكلام في درس المنطق قد وصل إلى نهاية البحث الخاص بالجهل المركب، عليكم السلام ورحمة الله. وهذا البحث كما ذكرنا المصنف وقع عنده اشتباه فيه بسبب مخالفته لما ورد في اصطلاح أهل المعقول في بيان المقصود من الصورة في تعريف العلم، وانجر ذلك إلى أن وصل إلى أن يقال أو أن يقول المصنف بأن الجهل المركب ليس من العلم، مع أنه لا يوجد من يقول بمثل هذا الكلام، باعتبار أن الجهل المركب هو اعتقاد جازم ولكنه غير موافق للواقع. والعلم قد يكون موافقا للواقع وقد لا يكون موافقا للواقع. غاية ما في الأرض هو موافق للصورة الحاصلة في ذهن الإنسان، التي قد تكون صورة واقعية وقد لا تكون كذلك. وقلنا بأنه كما قال المصنف هناك عدة أمور ذكرها المصنف لبيان هذا الرأي الذي يراه، وكل هذه الأمور التي ذكرها غير سليمة، غير صحيحة، غير تامة. منها هو هذا الشيء الذي أسار إليه سابقا، وهو أنه الصورة الواقعية هي المقصودة بتعريف العلم بأنه حضور صورة الشيء، وهذا أمر غير صحيح. لا يقصد من الصورة صورة الشيء في تعريف العلم هي الصورة الواقعية، بل يقصد منها الصورة في نفس الأمر، يعني ما يحصل في ذهن الإنسان. والأمر الآخر أن الاعتقاد لا يغير الحقائق، وهذا لا علاقة له بإخراج الجهل المركب من العلم كما هو معلوم. والأمر الآخر أنه كيف يكون الشيء من أقسام مقابله، وهذا أمر سهل كما ذكرنا بأنه يمكن أن يكون من أقسام بعض مقابله وليس كل المقابل، فيكون داخلا تحت إطلاق من إطلاقاته، وإن كان ليس داخلا تحت جميع تلك الإطلاقات. فلو أراد الإنسان أن يخرج الجهل المركب من العلم فهو يخرجه من خلال اليقين بالمعنى الأخص، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع لا عن تقليد. وهذا لا علاقة له بإخراجه من العلم، إنما هو أخرج من إطلاق من إطلاقات العلم وليس من العلم نفسه. ولذلك نقول رأي الشيخ المظفر عليكم السلام ورحمة الله، رأي الشيخ المظفر بأن الجهل المركب ليس من العلم غير صحيح. وما ذكره صاحب المقرر من أنه يمكن كما يقول الجمع بين رأيي، الرأي القائل بالخروج والرأي القائل بعدم الخروج، حقيقة كلام غير صحيح، لأنه أساسا ليس خارجا عن العلم حتى يمكن تقبل قول من يقول بأنه ليس من العلم. هذا تمام الكلام في هذه القضية. طبعا القضية ما تحتاج الوقوف كثيرا، ولكن لأن الشيخ وقع عنده اشتباه فيها وقفنا عندها بهذا الشكل. المطلب الجديد هو مطلب الضروري والنظري، وهو انقسام العلم إلى ضروري
ونظري. تقدم سابقا بأن العلم ينقسم إلى قسمين، هما التصور والتصديق. والتصور والتصديق ينقسمان كل منهما إلى ضروري ونظري، وهذا يعني أن العلم نفسه ينقسم تبعا لانقسام أقسامه، أي أنه لما كان العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، والتصور والتصديق ينقسمان إلى ضروري ونظري، فإن نتيجة ذلك ما هي؟ أن العلم أيضا ينقسم إلى تصور وتصديق. والسؤال الأهم هو ماذا؟ هو ما هو المقصود من هذين المصطلحين المنطقيين؟ فعندما نقول الضروري ماذا نقصد من الضروري؟ عندما نقول النظري ماذا نقصد من النظري؟ قالوا كما قال المظفر، الضروري أو البديهي كما عبر عنه هو العلم الذي لا والإدراك الذي لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر، فيحصل بالاضطرار والبداهة. فالإنسان بمجرد التوجه إليه ما يحتاج إلى واسطة. مثاله الذي ذكره المصنف مثال الوجود، العدم. تصديق الإنسان بالنسبة إلى التصور، تصديق الإنسان بأن الكل أعظم من الجزء وأن الواحد نصف الاثنين، هذا يسمى ماذا؟ بمجرد أن تتوجه إلى هذا الأمر تصدق به مباشرة، تدركه مباشرة كما في التصور، وتصدق به مباشرة كما في القضايا التصديقية. هذا الأول وهو الضروري. ماذا عن النظري؟ قال الشيخ المظفر، النظري هو الذي يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر، كتصورنا لبعض الحقائق التي لا يمكن مجرد أن تسمع بها تدركها، ولكن لا بد من البحث للوصول إلى إدراكها. ومثل لها بحقيقة الكهرباء، حقيقة الروح، الأرض ساكنة أو متحركة حول الشمس وحول نفسها وما شاكل ذلك. ويسمونه أيضا ماذا؟ الكسبي، من الكسب، لأنك ماذا؟ تكسبه من خلاله. فالنظري هو المعلوم الذي يتم الحصول عليه بعد البحث والاستدلال وإعمال الفكر وما شاكل ذلك. وأمثلته كثيرة. قال المصنف، ويسمى أيضا البديهي ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر، فيحصل بالاضطرار والبداهة التي هي المفاجأة والارتجال من دون توقف. هذا الإنسان عندما توجه إليه يكون ماذا؟ يكون حصوله وإدراكه ماذا؟ من دون توقف، كتصورنا لمفهوم الوجود والعدم والشيء، وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء، أو بأن النقيضين لا يجتمعان، أو بأن الشمس طالعة، أو أن الواحد نصف الاثنين، وهكذا. طبعا وإن قيل هسه لعله في هذا المثال مثال الكل أعظم من الجزء، هذا مثال الكل أعظم من الجزء، هذا من الممكن أن يناقش، من الممكن أن يناقش فيه، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ليس كل كل أعظم من كل جزء، فقد يكون الجزء أعظم من كل، فجزء الجبل أعظم من كل السيارة. فيقصد إذن
من الكل أعظم من من؟ من أي جزء؟ من جزئه هو، لا من جزء غيره، لأنه قد يكون جزء شيء أعظم من كل شيء، من شيء آخر، من كل شيء آخر. فجزء الجبلي أعظم من كل السيارة، وهكذا. هسا هذا مناقشة في المثال، وإن كان لعله كما يقولون ليس من دأب المحصلين المناقشة في المثال. هذا الأول. أما الثاني قال النظري: وهو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكر، كتصورنا لحقيقة الروح والكهرباء، وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحركة حول نفسها وحول الشمس، ويسمى أيضا الكسبي. هسه هنا المصنف يبدأ يقول توضيح القسمين، يقول إن بعض الأمور يحصل العلم بها من دون إنعام نظر وفكر، ونظر وفكر، فيكفي في حصوله أن تتوجه النفس إلى الشيء بأحد أسباب التوجه الآتي اللي يحتجي، من دون أن تتوسط عملية فكرية عقلية كما مثلنا سابقا، يعني كما مثلنا في الأمثلة التي ذكرها المصنف من مثال مفهوم الشيء، مفهوم الوجود، مفهوم العدم، أو تصديقنا بالكل أعظم من الجزء، النقيضان لا يجتمعان، الشمس طالعة، وما شاكل ذلك. يقول: وهذا هو الذي يسمى بالضروري أو البديهي، سواء كان تصورا أم تصديقا. هذا الأول. وبعضها لا يصل الإنسان إلى العلم بها بسهولة، بل لا بد من إنعام النظر وإجراء عمليات عقلية ومعادلات فكرية كالمعادلات الجبرية، فيتوصل الإنسان أو فيتوصل بالمعلومات بالمعلومات عنده إلى العلم بهذه الأمور أي المجهولات. والإنسان لا يستطيع أن يتصل بالعلم بها رأسا من دون توسيط هذه المعلومات وتنظيمها على وجه صحيح، لينتقل الذهن منها إلى ما كان مجهولا عنده كما مثلنا. ما هو المثال؟ هذه الأمثلة التي ذكرها، مثال الروح، الكهرباء، تصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحركة حول نفسها أو حول الشمس، ويسمونه ماذا؟ النظري أو الكسبي. وأيضا سواء كان تصورا أو كان تصديقا. فإذا التصور الضروري أو كما عبر المصنف التصور البديهي هو كل معلوم تصوري يتم إدراكه من دون جهد، ندركه ولكن من دون جهد. فالإنسان لا يحتاج لتحصيله أو إدراكه أكثر من أن يلتفت ويتوجه إليه، من قبيل مفهوم الوجود. عندما أقول لك مفهوم الوجود يحصل عندك معنى الوجود، فلا يحتاج الإنسان لفهم معناه إلا لتوجه ماذا؟ فقط إلى اللفظ. فعندما تتوجه إلى معنى الوجود خلاص يحصل عندك هذا المعنى. فالإنسان بمجرد أن يتوجه إلى هذا اللفظ يكون ماذا؟ مدركا لهذا المعنى، وهو مهن الوجود. وهكذا غيره من المعاني التي لا تحتاج إلا إلى أكثر من التوجه، مثل الظلام، مثل النور. فلا يحتاج الإنسان إلى إدراك هذين المفهومين المعنيين إلا إلى التوجه إليهما بحاسة
سليمة. وبهذا يتبين لنا أن كل مفهوم تدركه النفس البشرية، يدركه الذهن الإنسان البشري بمجرد التوجه إليه أو الاتصال به، فهو من التصورات الضرورية والتصورات البديهية. وفي قباله أيضا التصديق، فإن التصديق أيضا قد يكون كذلك، ويعبر عنه ماذا؟ بالتصديق الضروري أو التصديق البديهي، وهو كل معلوم تذعن نفس الإنسان به أو بحصوله من دون الحاجة إلى بحث ولا دليل. وهنا لا فرق بين التصور الضروري والتصور والتصديق الضروري إلا من جهة ماذا؟ إلا من جهة أن المورد الخاص بالتصورات الضرورية هو ماذا؟ هو تلك المفاهيم المفردة التي ليس فيها نسبة غير تامة أو النسبة تامة، عفوا نسبة تامة، بل التي تشتمل على نسبة غير تامة أو مشتملة على نسبة تامة ولكنها ليست خبرية مثل النسبة الإنشائية. والمورد الخاص بالتصديقات الضرورية هو ماذا؟ هو تلك التصورات والمعلومات التي تتعلق بالنسبة الخبرية التامة، كما ذكرنا ذلك في بيان موارد التصور والتصديق. فإذا التصور والتصديق الضروريان وإن كانا مختلفين من جهة المورد، إلا أنهما يشتركان في كون كل منهما يدرك بشكل كامل من دون الحاجة إلى توسيط بحث أو نظر أو دليل. ولعل المثال الذي يذكرونه في مثل هذه القضية عادة واحد نصف الاثنين، فمجرد أن أن تخطر في بالك هذه القضية يجد الإنسان نفسه مذعنا بماذا؟ بصحتها، من دون أن يبحث عن ماذا؟ من دون أن يبحث عن دليل على واقعيتها. ولهذا كانت هذه من أبرز القضايا الضرورية في باب التصديقات. وهكذا مثال النقيضين، مثال النقيضان لا يجتمعان، ولكن طبعا بدرجات. فإن قضية النقيضان لا يجتمعان قد الإنسان يتوقف فيها فلا يقر بها مباشرة، ولكن هذا لا يعني بأنها ليست قضية ضرورية أو بديهية، بل لأن الإنسان أحيانا عندما يتوقف يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى تصور ماذا؟ معنى هذين وهما النقيضان ومعنى الاجتماع. فإذا تصورهما وتصور اجتماعهما عند ذلك ماذا؟ عند ذلك سيصل إلى النتيجة، وهو صحة هذه القضية، وهي قضية أنه من المستحيل أن يكون شيئا واحدا موجودا ومعدوما في آن واحد. فزيد إما أن يكون موجودا أو يكون ماذا؟ أو يكون معدوما. فعندما تحصل أحيانا حالة توقف في بعض القضايا الضرورية فهذا ليس لأنها ليست قضايا بديهية، بل هذا لأن بداهتها ليست بدرجة مشابهة لغيرها من القضايا، بل يحتاج الوصول إلى الحكم بها إلى ماذا؟ إلى تصور الطرفين، من دون ماذا؟ من دون عملية فكرية. وهكذا أي التصور النظري، عندما نقول هناك تصور نظري فيقصد به كل معلوم تصوري يتوقف إدراكه على الكسب والنظر وأعمال الفكر كما قال. فإذا توجه الإنسان إلى مفهوم من المفاهيم
لا يحصل بمجرد السماع ولا يدرك بمجرد السماع، فهذا من التصورات البديهية والتصورات عفوا فهذا من التصورات النظرية. فالتصورات النظرية هي التصورات التي لا تحصل في ذهن الإنسان إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال بيان معناها، فيحصل عند الإنسان ربط بين هذا المعنى وذاك، فيحصل ماذا؟ فيحصل الإذعان بإدراكها. والإدراك أحيانا قد لا يحتاج أكثر من الأدوات الحسية، أحيانا الإدراك لا يحتاج. ولكن هذا في الباب الأول، أما في باب التصورات النظرية فكل مفهوم لا يكفي لإدراكه مجرد توجه النفس إليه أو بمجرد الاتصال به عن طريق الحواس فهو تصور ومعلوم ماذا؟ نظري. وهكذا هناك قضية أخرى تتعلق في وجود حلقة أو وجود حالة برزخ بين الأمر النظري والأمر البديهي، يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في درسنا لهذا اليوم، إن شاء الله يأتي الحديث في بقية الكلام حتى ننتقل إلى ماذا؟ حتى ننتقل إلى البحث الذي يليه، وهو توضيح في الضروري. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الآن الأخوة اللي عنده سؤال ممكن يتفضل. وقت الأسئلة مو طويل ترى، وقت الأسئلة ليس طويلا. لأنه الوقت اللي جاي نقضيه هنا جاي يصير في زيادة، فلذلك الأسئلة اللي تاخذ وقت زايد راح نحاول أنه احنا نعم. هل علم الأئمة فعلي؟ عزيزي هذه قضية عقائدية تحتاج إلى بحث طويل، إذا تريد ادخل خاص، ادخل خاص، هذه قضية تحتاج إلى تفصيل. هذا مو سؤال يطرح أمام الناس حتى تستفيد من عند العالم. هل التصديق من أقسام التصور؟ لا عزيزي، التصديق والتصور كلاهما من أقسام العلم، هذا في قبال هذا. نعم أحسنت، التصور النظري لابد من توصيل. نعم أحسنت، تمام. شو بتبين كمونة؟ شو جابها بالنص هاي؟ شو بتبين كمونة؟ عزيزي هاي ما لها علاقة هاي ما لها علاقة بهذا البحث، انت قد مو تسمع بك بشو بتريدها تنذكر في أي مكان. يعني قد يأتينا في بعض المطالب العلمية أنه نتعرض إلى بعض الشبه من هذا القبيل، يعني مثل شبهة ابن كمونة وغيرها، يعني لتلطيف الجو لا أكثر ولا أقل، ولا ليست من الداس. هل يمكن تعريف العلم على أنه انطباع صورة الشيء للعقل مع مطابقتها الواقع؟ هسا انطباع أو حصول، الشيخ المظفر ما عنده مشكلة، الشيخ المظفر ما عنده مشكلة في هذا البلاد، يعني انطباع صورة الشيء وحضور صورة الشيء، هكذا ذكر يعني في كتاب المظفر. نعم، لعله عبر هذا التعبير، يعني عبر هذا التعبير أساسا. هاي
هذا التعبير اللي عبره. حضور صورة الشيء عند العقل أو فقل انطباعها في العقل هكذا. ولكن مع مطابقتها للواقع هذا القيد ما موجود، هذا القيد ما موجود مع مطابقتها للواقع، هذا القيد ما موجود. هذا قيد المطابقة لا يؤخذ في تعريف العلم عزيزي، لا يؤخذ في تعريف العلم. نعم هو مأخوذ في تعريف اليقين بالمعنى الأخص فقط، أما غيره لا. عندنا ثلث ساعة للأسئلة فقط. العلم هو ذاته التصور؟ لا عزيز، لا 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 عزيزي، العلم الذي هو ذاته التصور هذا في قبال التصور المطلق وليس التصور القسم. هناك يوجد إطلاقان، ذكرنا هذا في بداية تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، أن هناك تصور يقال له التصور المطلق، ذكر العلامة المظفر هذا الكلام، حتى موجود هذا في كتاب المنطق، حتى موجود هذا في كلام، أنه التصور المطلق هو الذي يقابل العلم وليس التصور، لأن التصور يطلق ويراد به تارة القسم وتارة المقسم هكذا. نعم. أما إذا قيل التصور المطلق فإنما يراد به ما يساوق العلم، هذا هاي التعبير. إذا قيل التصور المطلق فإنما يراد به ما يساوق العلم والإدراك، فيعم كل التصورين، التصور المجرد والتصور المستتبع للحكم التصديق. فهذا المصطلح، هذه مفردة واحدة ولكنها تستخدم بمعنى أعم بمعنى الأخاص. فإذا قيل تصور ويقصد به مقابل العلم فيقصد به المقسم، يعني التصور المطلق الأعم من التصور والتصديق. وإذا قيل التصور وقصد به القسم فهو المقابل للتصديق، اللذان هما قسمان من أقسام العلم، أو قسمان من أقسام التصور المطلق، ماكو مانع. نعم. لماذا لا يدرس الجزء الثالث المنطق؟ لا عزيزي يدرس، أنا مدرس أكثر من مرة، حتى يمكن درس عندي مسجل، عندي درس مسجل. أكو كتاب اسمه الفلسفة والمنطق. لمن هذا الكتاب؟ أعتقد هذا المطهري، كتاب صغير. حسب الدرس عزيز، حسب الدرس. احنا هنا لانه ما نعرف مستوى الاخوة، فلذلك نقتصر على شيء بسيط حتى ما يصعب عليهم التلقي، لا اكثر ولا اقل. نعم. يا الله. الميرزا النائني لا يقول بالتحريف عزيز، لا يقول بالتحريف. أنا موجود هذا الكلام موجود في حسابي، وموجود بيان للكسمة، والآن طبع كتاب فصل الخطاب وطبعت الرسالة التي ذكرها وبين فيها بأنه لا يقول بالتحريف. عليكم السلام ورحمة الله. لا 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 لا، كتاب اسمه المنطق والفلسفة لمرتضى المطهري، كتاب صغير. كتاب صغير هذا، كتاب صغير، كتاب الفلسفة والمنطق أو المنطق والفلسفة، كتاب من كتب الشيخ الشهيد المطهري. أعتقد يمكن عازلينهن، يعني المنطق واحد والفلسفة واحد.
انت تعرف المؤلف مالته لو ما تعرف المؤلف مالته؟ انا اقصد هذا الكتاب، انت تقصد كتاب اخر ممكن ندليك عليه، شو اسم المؤلف؟ نعم نعم توجد كتب كثيرة، توجد كتب، أعتقد يمكن صدر بالنجف أن كنت ثلاث شروح لكتاب المنطق، واحد الشيخ عمار الساعدي، وواحد الشيخ حسين، يمكن اسمه حسين عطية أو حسين، نسيت اسمه يعني حسين، وثالث نسيتهم ثالث، يعني أكثر من ثلاث شروح صدرت في حوزة النجف يعني هنا بالعراق، غير شرح السيد رائد الحيدري المقرر وشرح سيد كمال الحيدري. اسمع مصطلحات منطقية وفلسفية للسيد عبد الحسين النفاخ. ما شايف. إيه هو كتاب مطهر، كتاب مطهر. كتاب بسيط ترى ما بيفل شيء. كتاب بسيط أنا شايفه ما بيفل شيء. مطالب قليلة، مطالب ترى مو كاملة، مطالب قليلة ومختصر، مختصر. أنا كان عندي نسخة من عندي. ما أعرف إذا كان من اللي نجا من الحادث أو لا. عندنا 10 دقائق باقي لإنهاء البث. هل صحيح أنه من علامات الظهور تظهر رايات حمر أو سود؟ لا تظهر رايات، يعني شنو تظهر رايات؟ ما فهم. نعم ما مطلع حقيقة على أصدارهم، ما مطلع، ما أعرف يعني ما مطلع. نعم معتم أصدارات كثيرة. خب كتاب جيد، كتاب جيد، كتاب المنطق كتاب جيد. نقول مو معناته أنه كل شيء صحيح، بس منهم كتاب جيد إن شاء الله، إن شاء الله حس على التيسير، قول على التيسير إن شاء الله، على التيسير. نعم خلينا نكمل المنطق وإن شاء الله سهلة. على الصرخي عزيزي ردينا على الصرخي، منو قال لك ما ردينا على الصرخي؟ بعدين الصرخي سلفي، يعني منتدى على السلفي، انت تدعى الصرخي. الصرخي سلفي، الصرخي الان وهابي، فلما تدعى على الوهابي ترد على الصرخي، خلاص انتهت. بعدين مع هذا احنا رادين على الصرخي عزيز، حسابي ذاك اللي راح وهذا الحساب. لماذا أكثر التعاريف لفظية؟ شنو التعاريف؟ شو طبعاً لازم التعاريف لفظية. يعني شنو قصدك؟ يعني تعريف لفظي يعني شنو قصدك؟ خب نعم 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 نعم. إذا كانت الوصول إلى الحقائق غير ممكن فيكون التعريف لفظي، مجرد بيان اللفظ. خب ممكن. كتاب جيد عزيز، كتاب جيد. قلنا لك منطق المظفر كتاب جيد. كتاب منطق المظفر كتاب جيد. يا الله سبب الغلو المنتشر بين الخطباء لأنه بعض الناس ترغب في أنه مثل هذه الخرافات، ولأنه بعض الخطباء عندهم جهل فريدي يضيع الجسم. حياكم الله عزيز، حياكم الله. الحمد لله جزاك الله خير، الله يحفظ، حياك الله وزيد. نعم 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 عزيزي راد على الصرخي في قضية أنه الإمام المهدي ما مولود، ونشرت كتب أهل السنة الذين يقولون بولادة الإمام،
150 عالم سني يقولون بولادة الإمام. تبع شتي درد على صرخ شقله، أقول له عيونك زرق وعنه وعيونه سود. هو ينكر ولادة الإمام، ونحن أثبتنا أن حتى أهل السنة عندهم أكثر من 100 عالم يقول بولادة الإمام. شتي أكثر من هذا؟ وهذه الصفحة مالتي اللي هسه الآن توقفت ما يضر، لأنه نفس الردود مالتي موجودة على اليوتيوب وموجودة على صفحتي على الفيس. واضح؟ أنا عندي واضح. باقي عنده 5 دقائق لي كتاب فلسفتنا للسيد محمد الصدر، مو السيد محمد الصدر، السيد محمد باقر الصدر. نعم يحتاج شرح وأنا شارحه. خب خل ما يقتنع، المهم أنا أقول له الحقيقة شو أسوي؟ يعني أقول له النصيحة، اقتنع اقتنع، ما اقتنع تقراسه بالحائط. بس يكون الحائط قوي حتى لا يطيح البيت. شلون شلون؟ ما دلالة كلمة العلامة عنده؟ هذا إن شاء الله يجينا ببحث الدلالة. عزيزي، روايات ولادة الإمام المهدي موجودة في كتاب معجم الأحاديث المعتبرة للشيخ آصف محسني، عشرات الروايات. شنو ماكو رواية؟ أنت وين نايم؟ نايم أنت؟ مو بس عندنا ولادة الإمام، حتى عند السنة. أنا نشرت أكثر من 25 كتاب سني يقول بولادة الإمام، صورتهم يعني ذن اللي عندي. وأما اللي ذكرتهم فموجودين أكثر من 100 عالم، أكثر من 100 عالم سني يقولون بصحة ولادة أقول له ادخل على صفحتي على اليوتيوب، روح روح ادخل على صفحتي على اليوتيوب، اكتب اكتب ولادة الإمام المهدي عند أهل السنة في 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 قناتي، في قناتي. لا عزيزي مو عن حكيمة، لا لا، انت دايخ انت دايخ انت دايخ انت، هذا انت انت ملقن يا عزيزي. الملقن مثل الببغاء، مثل الببغاء يعيد الكلام. هو خاف يطلع للجني. نعم 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 نعم، يشككون بولادة الإمام، يقولون ماكو ماكو إمام. ما هو نهر العلقم الموجود؟ ما أعرف. جو العتبة موجود نهر؟ ما أدري، ما أعرف، ما أعرف شنو. أحسنت 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 يا عزيزي. هي هي هو هو فكرة الإمام المخلص، الإمام المهدي، فكرة عالمية ما لها علاقة بالتشيع. ها العلامة، العلامة يعني الشخص الكثير العلم، يعني أكثر من عالم، عالم وشوية زيادة فوقه من صيغة المبالغة. استهزاء؟ شنو استهزاء؟ أنا اعطيتك المكان اللي بيه أدلة، شنو استهزاء؟ شنو نهر العلقمة حتى بحث لك عنه عزيز؟ شنو مسألة علمية؟ بحث لك عن نهر العلقمي. يعني شنو مسألة نهر العلقمي؟ شنو أهمية نهر العلقمي؟ لا لا لا، ممكن يكون مجتهد، ممكن ما يكون مجتهد. العلامة ممكن يكون مجتهد، ممكن ما يكون. نعم نعم نعم. عزيزي خير زاد، ادخل على الخاص وأنا أعطيك، أنا أعطيك كلمات أهل السنة. ادخل على الخاص، أنا أعطيك كلمات أهل السنة. نعم المجتهد يقول لآية الله، كلمات أهل السنة ما يحتاج، ليش تعب روحك وانا خابص روحك؟ ادخل وأنا أعطيك كلمات أهل السنة في ولادة الإمام المهدي. عليكم السلام ورحمة الله. بقي دقيقتين لإنهاء البث، لانتهاء البث، لأن الوقت جاي ياخذ من عندي أكثر، وإذا أكمل شغلي لأن عندي شغل كثير. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله حياكم الله. الأخ اللي عنده سؤال كذا، إذا وصل للتشهد الأخير ثم شك أنه في الركعة الثالثة هل يهتم للشك؟ إذا وصل للتشهد الأخير ثم شك أنه في
في الركعة الثالثة شنو وصل التشهد له؟ يعني هو الآن في التشهد الأخير ولا يدري هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة، صح؟ يا يكون صح لو لا؟ صحيح؟ يعني ما يدري هل الثالثة أو الرابعة، يبني على أنها الأخيرة ثم يصلي صلاة احتياط ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام. نعم نعم، علي المياحي أفكار صوفية وما أخذ كثير من أفكاره مأخوذة من الحلاج، ولذلك عنده روايات كثيرة يذكرها ما لها كل وجود عند الشيعة.